ناقش اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء خطة تسويق الحمضيات للموسم الحالي وواقع الكميات المسوقة حتى الآن والتسهيلات اللازمة لاستكمال تسويق ما تبقى من الموسم الحالي وتقديم الدعم للمزارعين بما يضمن حقوقهم وإيصال المادة إلى المستهلكين بأسعار وجودة مناسبة، كذلك دراسة سبل تعزيز تصديرات الحمضيات وتصنيعها محلياً. أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات، ويبدأ سريان العمل بالقرار اعتباراً من 25 من الشهر الجاري. قررت لجنة الطوارئ الاقتصادية في السودان توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار، وخفض السودان قيمة العملة قبل عام مما ساعد على استقرار سعر الصرف، لكن في الأسابيع الأخيرة عادت السوق السوداء إلى الظهور ليجري تداول الجنيه عند مستويات أضعف. قفزت أسعار النفط عالمياً إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 بسبب التأخر في اختتام المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية. ارتفعت أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة مع تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، حيث يزن المستثمرون التداعيات الجيوسياسية والاقتصادية من تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.